نستمع أيضا للنجم أسطورة حراسة المرمى في الكرة الإيطالية بوفون، الذي طبعا كان متعصبا وتلقى بطاقة حمراء وغادر الملعب. قد تكون هذه آخر ربما بطاقة يتلقاها اللاعب. نريد أن نعرف ماذا قال حول قرار الحكم. جيجي كوانتا ديفيتشيلي in questo momento veramente felice انا سعيد di giocare in una squadra così انا العب مع فريق مثل يوفنتوس di quello انا سعيد che siamo riusciti a fare stasera بما نجحنا في تقديمه اليوم انا فخور بما قدمناه انا فخور بان العب مع هؤلاء الرفقاء في ظرف يعتبر من الضرب من المستحيل الاجواء كانت صعبه والنتيجه كانت صعبه استطعنا أن نقدم شيئا لا يصدق في آخر هجمة في المباراة وكنا لا نريد أن نحلل المباراة لا نستطيع أن نحلل هل ركلة الجزاء صحيح أم لا الهجمة الأخيرة الحكم احتسب ركلة جزاء وفقط هو من رأى أنها ركلة جزاء ولكن يجب ألا نشتكي هو رأى الكرة كذلك بأنها ركلة جزاء وكان بإمكاننا أن نقدم شيئا ما في تورينو أفضل من مما قدمنا وفي هذه المباريات الكبيرة يجب أن يكون هناك أبطال ولكن هؤلاء الأبطال هم الذين يقدمون المساعدات وأيضا هم الذين يمتلكون شخصية مميزة لأنك إن لم تكن لديك شخصية لا تستطيع أن تلعب في الملعب ويكفيك أن تبقى في المقصورة من أجل مشاهدة المباراة سؤالي الأخير هل هذه هي آخر مباراة جالوجي بوفون في دوري الأبطال سنرى أعتقد بأنه هناك احتمال كبير أن تكون آخر مباراة ولكن بغض النظر عن كل ذلك أنا أعتقد بأنه من أجل أن تكون بطلا كبيرا على المستوى الأوروبي فهذا أن تكون مدربا أن تكون لاعبا أو تكون مشجعا أو تكون حكما يجب أن تكون لديك حساسية معينة وحس معين من أجل أن تفهم بعض اللحظات بما يعني أنك على أرضية الميدان هناك فريق محدد نحن لعبنا بعشرة لاعبين في النهاية وإن لم تكن لديك هذا الحس فإنك لا تستطيع أن تكون في الحدث ويجب أن تبقى في المقصورة وتبقى مع عائلتك ومع بعض المقرمشات والكوكاكولا